ايوه خزوني عمر قلبي اللي بغا كان عمر الفريت الفريت الزيت الزيت صافي راني تقليت اواش الدراري وتحياتي ليكم يا الناس الملح وانتوما كي دايرين نتمنوكم تكونوا بخير يلاه سيدي كيف العاده وحلقه مشنشطه يا سلام ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وخلي شي تعليق يكون زوين فحال ونبداو على بركة الله. هذا يا سيدي واحد الصقرة بخيل مشى لواحد لوطيل ومشى عند المسؤول ديالو وقال ليه بشحال يا سيدي كيباتو هنايا في بيت كيطلع على البحر. وهو داك المسؤول يقول ليه كيباتو بخمسمية درهم الليلة. وهو المسخوط ديال البخيل يقول ليه ويلا حلفت لك بالله ما نطل من الشرجم شحال تخليه لي. هادو يا سيدي واحد الربعة ديال الصحاب اتفقوا بعضياتهم باش يديروا شي قصارة. المهم يا سيدي كل واحد وشنو جاب، واحد جاب الشراب وواحد جاب العشاء وواحد جاب البنات. وهو الرابع ما جاب والو. وهما صحابو يقولوا ليه شوف ما غاديش تقصر معانا الا ما جبتيش شي حاجه. وهو مسخوط الوالدين مشى جاب ليهم البوليس. والله الا عبر عليهم شتي الحرام فين كيخرج. هادي يا سيدي واحد المرأة دات راجلها عند الطبيب باش يدوز ليه. وهو الطبيب يقول ليها راجلك راه حالته خطيرة وراه ممكن يموت من بعد 3 شهور ولا ما درتيش هادشي اللي كنقول لك. وهي مراته مسكينة تخلع وقالت للطبيب غير يقول لي يا سي الطبيب شنو خصني ندير وانا نديرو راه بغيتو يبقى عايش معايا. وهو يقول ليها الطبيب صافي يا لالا المهم راه خصكي كل صباح توجدي له فطور يكون صحي ومزيان وتوجدي له حتى الغداء وحتى العشاء حتى هما وعندك تمشي تقلقيه. واهم حاجه هي انك خصكي تسمعي كلامه ركزي عليها اهم حاجه خصكي تسمعي كلامه. المهم يا سيدي مني خرجوا من الطبيب كانوا غاديين وهو يقول ليها راجلها اشنو قال لك الطبيب. وهي مسخوط الوالدين تقول لي قال لي انك غادي تموت من هنا 3 شهور. مسخوط الوالدين عارفه راسها ما غتقدرش يدير داكشي اللي قال ليها الطبيب. إلا يا سيدي لقيتي شي بنت زوينة وبعقلها وذكية وديال الزمان وما كتآدي تا شي واحد ومتواضعة يا سيدي ومثقفة وحنونة وصبورة وتقبل تسكن مع أمك. عرف يا ولدي أن الحشيش اللي تقديتي راه سلعة مزيانة ما كاين ولكن ما تقول لي والو. هادي يا سيدي واحد المرأة شارفة مسكينة في حالي طلعت في واحد الكار وقالت لهم جلسوني وهما يجلسوها عاوتاني قالت لهم وكلوني وهما يوكلوها عاوتاني قالت لهم خلصوا لي بلاصتي وهما يخلصوها لا. وهو ينوض واحد الراجل حتى هو مسكين شارف وقال ليهم هبطوني وهما يقولوا ليه علاش الحاج ياك لاباس. وهو العفريت الاخر يقول ليهم خفت تمشي تقول لكم زوجوني
وتلصقوها فيا. هادي يا سيدي واحد المرأة مشات كتشكى للطبيب من راجلها وقالت ليه وسي الطبيب راه راجلي ملي كينعس بالليل كيبقى يهضر الليل كامل مسكين. ما عرفتش يا سي الطبيب شنو ندير، قول لي شنو نعطيه. وهو المسخوط ديال الطبيب يقول ليها واعطيه فرصة يهضر وهو فايق يا المصيبة الكحلة الله يتبعك البلا خرجتي على السيد. هذا يا سيدي واحد المغربي مجوج بواحد المصرية وهو يصوني عليها في التليفون وقال ليها والحبيبة ديالي فين بغيتي تسافري؟ وهي العفريتة الأخرى تقول لي أستر علي يا حبيبي. وهو راجل هاي تخلع وقال ليها نسر عليكي مناش راني مفهمتش. وهي تقول لي مراته وإيش عرفني أنا هي مكتوبة كده بالإنجليزي. وهو يقول لها وانت اللي استري عليا يا المصيبة الكحلة وما تقولي لتا واحد راكي كتعرفيني. مسخط الوالدين تعوط ما تقول له أستراليا كتقول له أستر عليا. هذا يا سيدي واحد الأستاذ سول التلاميذ ديالو قال لهم شنو هو أقرب كوكب إلى الأرض؟ حتى واحد ما عرف. وهو واحد شوية يهز واحد الكاسو ليديه وبدا عليه أستاذ أستاذ أستاذ. وهو الأستاذ تصدم وقال له جاوب يالله. وهو العفريت ديال الكاسو ليقول له الكوكب المراكشي.